وابني وظيفي تعبان ومالي دي خسر الثاني خسرت الاول. لا هذا صراحه حسب كيش انا زعل على مدير القسم العفو اللي قبل يد القسم حتى تقعد يم ويسوي لك باليد وتاخذ تليفونه وتتابع وياه ويتابع وياه ليش قاعد اسلم ميد ايدي زين من ايدك عيني المدير القسم المالي الامين العام وصى على هذا الشخص على مود استحقاقاته ويعطي تليفونه ويتابع وياه. هسه انت تنقيته في مكانه ان شاء الله بخير. الله هسه راح اعطيك كتاب شكر حتى نقدمك شهر بدوا اروح لك زين بدوا القلب راح تصير بتشغيل بال11 على راسي ونقلك ان شاء الله غير تنقل وين يعجبك انت تنقل وين المكان. والله استاذ يا عزيز اني يا امراه تريد بالعمره ايش من وظيفه بالعمره انتم براحتكم يعني على مود الشيء مناسب لي اقول ممنون. احنا نشكر السيد الامين العام لوزاره الدفاع على طيله باله وسعه صدره وترحيبه لنا وحل مشاكلنا كل الشكر الجزيل له لانه يسمع المواطن لحد اخر يعني حرف عنده وما فد يوم اجا واحد ورده والحمد لله والشكر. احنا نشكر السيد الامين العام ما قصروا ويانا وكل الموظفين شاهد الله كلهم من دخلنا لحد ما يعني كملوا الشغلة مالت الجريح زوجي مشكورين وما قصروا والله.